اهلا بحضراتكم وتغطيه اكسترا نيوز المستمره من مدينه شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثه. اثناء حفل الافتتاح لهذا المنتدى هذا العام شهدنا كلمه مهمه للسيد لي يونغ. السيد لي يونغ هو رئيس منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه، واتكلم عن المنتدى وعن مصر وعن الصناعه في مصر. هنتكلم معاه بتفاصيل اكثر عن انطباعاته عن المنتدى وعن شرم الشيخ، وايضا عن ملف الصناعه في مصر وتوسعه مصر تجاه الثوره الصناعيه الرابعة. اسمحوا لي ان انا ارحب بيه الاول. مستر لي يونغ، دايركتور جنرال اوف مستر لي يونغ من اليونيدو. شرف لنا ان تكون بيننا هنا في مصر وفي شرم الشيخ. شكرا لك وشكرا على هذه الفرصة. انني سعيد جدا لحضور هذا المنتدى الخاص بالشباب لانها عملية تعليمية لي انا ايضا ومساهمة. شكرا سيد يونغ. اولا قل لي سيدي، ما هو انطباعك عندما جئت الى شرم الشيخ وعندما حضرت منتدى شباب العالم؟ إن هذه ثالث مرة لي أن أزور فيها شرم الشيخ قبل منتدى الشباب. إن منتدى الشباب فعالية ممتازة. بالأمس كان لي شرف أن أقوم بالحديث في الافتتاحية، وهذه رؤية عالمية، رؤية لبرنامج عالمي. رئيس هذه الدولة أحييه على قيادته وأحييه على حركته واستخدام جدول الأعمال المتعلق بالشباب. لقد سمعت أول من حضر أن هناك حوالي 3000 ثم 5000 واليوم 8000 في منتدى الشباب. لذا ترسيخ هذا بكثير من البرامج مثل الشركات البادئة وبعض الفعاليات الأخرى المرتبطة باحتياجات الشباب وتوظيف الشباب، إن هذا هي الأكثر أهمية للشباب. لذا فإنني قد استمتعت. ما رأيك سيدي في الفكرة في حد ذاتها أن يكون هناك منتدى لشباب العالم، ليس شباب المصريين ولكن أن يأتي الشباب من العالم ليناقشوا مسائل العالم في كل المناحي المختلفة وعلى جميع الأصعدة المختلفة في الحياة؟ سيدتي، إن التنمية الاقتصادية والنمو والتنمية الاجتماعية سوف تؤسس على دعم الشباب. الشباب، وإذا ما نظرنا إلى الشباب بشكل عالمي فهناك نسبة كبيرة من تعداد العالم هم الشباب. إذا كيف نستطيع أن نجعل الشباب مرتبطين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي توجد فيها؟ هذا منتدى ضخم مليء بالرؤى الثاقبة، وهي أيضا تجلب الأشخاص الشباب من مختلف أنحاء العالم ليتناقشوا. لذا فإنه منتدى هام جدا، لهذا أنا أحضره كما أحضر الكثير من المنتديات الأخرى، وهو مفيد جدا للتنمية الاقتصادية العالمية وللاستقرار العالمي. ما هي فائدة الشباب من مثل هذه الفعاليات منتدى شباب العالم؟ أنت تستطيعين أن تري من خلال الكلمات بدأت بالأمس تشجيع الشباب ليكونوا قادرين على التطور والتنمية وأن يتكيفوا مع الأوضاع الجديدة الموجودة وتغيير أنفسهم من أجل الثورة القادمة والجديدة. هذا أن يتم هناك تحفيز، وأن يتم أيضا أهمية جعلهم يتحلون بالروح القتالية ليواجهوا الحياة، وأن يكونوا مليئين بالطاقة بسبب هذا المنتدى الذي أعطاهم تلك الأشياء. أنت تعرف سيدي أنهم هم الشباب الذين يقومون بتنظيم هذا المنتدى. عدد كبير من الشباب المفعمين بالحيوية يعملون عليه ويقومون بتنظيمه. كيف ترى هذا؟ كيف ترى تنظيمهم؟ هل لديك تعليقات أو انطباعات على التنظيم؟ أعتقد أنني سرت في الأروقة والطرقات وأرى تلك الشركات الصغيرة والشباب يقومون بالدعاية والإعلان عن شركاتهم، وهذه هي ريادة الأعمال. كما انتهيت حاليا من جلسة اليونيدو بشأن الثورة الرابعة الصناعية، ولقد رأيت كل الشباب موجودين في الغرفة
التي كنت أتحدث فيها، ويستمعون للمناقشات ويطرحون الأسئلة، وحتى في المناقشات كانوا مملوءون بالحيوية ويرغبون في تعلم الأشياء الجديدة، يبدأون بطرق مبتكرة وفيها الكثير من الإبداع، وهذا كانت جلسة فيها تشجيع. ما رأيك في الجلسة الافتتاحية؟ إن الجلسة الافتتاحية كانت مثيرة جدا للاهتمام، لقد حضرت كثيرا من الجلسات الافتتاحية والفعاليات المختلفة، ولكن هذا كان مختلفا، جعلني أفكر في بعض الأمور التي غابت عني، لأن المتحدثين باستثنائي جميعهم كانوا شبابا، جميعهم كانوا يتعاملون مع الأنظمة الصعبة ويتحدون المواقف الصعبة والصعوبات، وجميعهم كانوا يتجاوزونها بشكل مفاجئ ويحرزون المستحيل، وهي مسألة تعليمية لكل الحضور. حتى أنا شخصيا كنت منبهرا. أي قصة أبهرتك أكثر؟ بشكل أساسي كل القصص في واقع الأمر، ولكن الأكثرهم على الإطلاق الذي أبهرني كان السيدة التي كانت تقود طائرة دون أذرع. نعم جيسيكا، نعم جيسيكا، أنا لم أستطع أن أتخيل أن أشخاصا دون أذرع يستطيعون أن يطيرون، يطيرون ويحلقون بطائرات. هذا بالنسبة لي كان مذهلا. أيضا الشاب زين، نعم 12، وقام بمكافحة مرض السرطان 4 مرات. في حواقع الأمر إن الأسرة أيضا من الممكن أن تكون أبطال هذه القصة، وليس زين فقط. نعم، ولكن هذا تعليمي، إن الأشخاص يحتاجون إلى التعليم ليعرفوا هذه الأشياء الجديدة، ليتعلموا شيئا جديدا يشجعهم لكي يقوموا بتجاوز التحديات التي يواجهونها في الحياة. عندما يسمع شاب هذه القصص التي تحدثنا عنها، كيف تؤثر عليهم؟ ما هي الرسائل التي ترسل لمن يستمع أو يشاهد هذه الرسائل؟ نعم نعم، إن هذا بسبب التعليم والتوصيل، توصيل الرسالة. إن لم نستسلم فسوف نربح، فسوف نسود. هذا أقوى رسالة أنا وصلتني شخصيا. دعنا نتحدث عن مجالك سيدي، وهو التنمية الصناعية. كيف ترى الصناعة في مصر والجهود التي تبذلها مصر أيضا من أجل أن تتابع الثورة الصناعية الجديدة التي تحدث في العالم؟ في الواقع إن الصناعة هامة جدا لأي دولة، فنحن نود أن نفكر في أن كل الدول المتطورة مروا في العملية الصناعية، ما كانت دولة لتكون عالية دون تطوير صناعتها. لذا فإن مصر دولة لها تعداد سكاني كبير ولها تاريخ عريق وقديم وأشخاص يعرفون معنى الصناعة، والآن أصبحت القيادة والرئيس السيسي لديه وضوح في ذهنه عن الصور. لذا السلام والاستقرار جانب، ولكن أيضا التنمية الاقتصادية، فكيف تتقدم بالجدول أعمال الاقتصاد والتقدم لكي يكون محركا ودافعا للتنمية المستدامة؟ هذا ما جعلني أقابل السيد الرئيس وأن أقابل السادة الوزراء، وكان من المذهل بالنسبة لي أن هذه الدولة ما زال لديها قدرة هائلة للتنمية الصناعية، لأننا الآن نعمل سويا مع الحكومة لتطوير وتنمية استراتيجية تنموية في القطاعات المختلفة الصناعية، ونتقدم بصناعات ثورية جديدة. على سبيل المثال، كيف أربط الصناعات مع الثورة الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الخاصة بها، الإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى آخره. لذا والتدريب الفني والمهني للشباب، المهارات لكي يكونوا مرتبطين بفرص العمل أثناء الثورة الصناعية. ونحن أيضا نفكر
في التكنولوجيات الجديدة وأن يتم تقديمها في القطاعات المختلفة، وأن هذا سوف يكون ديناميكيا ومحفزا، إن هذه الدولة سوف تسرع باتجاه التنمية وباتجاه خلق الفرص من خلال هذا. لذا فإنني الآن سعيد جدا أن الحكومة والقائد يدعم اليونيدو لكي نعمل سويا ونعمل عن قرب مع الحكومة ومع القطاع الخاص بالمؤسسات المختلفة الموجودة في الدولة. إذن تقول أن بعد اجتماعك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة المسؤولين والوزراء في مصر، أن مصر لديها فرصة لتتحرك بشكل سريع باتجاه الثورة الصناعية الجديدة. هذا ما فهمته. نعم نعم تحديدا هذا ما عنيته. ما كان انطباعك سيدي من هذا اللقاء؟ لا لا، ليس هذا اللقاء فقط، لأن لهذا اللقاء كنت أنت قلت أنك أن الثورة سوف تعطي فرصة للشباب، ولكن للتنمية الخاصة بالصناعة لقد بدأنا بالفعل بمشاريع متعددة، ولكن المشروع نفسه سوف يسهم بشكل قليل للقطاعات المختلفة. ونحن نود أن ندعم الاستراتيجية الصناعية بناء على الأولويات الخاصة بالدولة والخطة الوطنية لمصر، وهذا هو الاتجاه الذي نسير باتجاهه الآن. وكان شرفا كبيرا لي أن أقابل السيد الرئيس العام الماضي أيضا، كان مثيرا جدا وكان ثاقب الرؤى في واقع الأمر ليقود هذه الدولة باتجاه التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الصناعية. حتى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة ووزير التعاون الدولي كلهم يركزون على التنمية الصناعية. ما الذي تحتاج إليه مصر لتتبع مسار التنمية الصناعية في العالم؟ بالطبع في البداية الصناعات الزراعية سوف تخلق فرص عمل وتربطها بسلسلة القيمة. وكيف أخلق فرص عمل إضافية بتكنولوجيات جديدة؟ وكيف أربطها مع السوق العالمي؟ إنهم في حاجة إلى الروابط مثل الجودة، مثل المعامل والمعايير. نحن ندعم الصناعات الزراعية من وجهات نظر مختلفة ومن جوانب مختلفة، وأيضا التدريب الحرفي. إننا نساعد أن يكون هناك منظومة للدولة من خلال التكنولوجيات الجديدة الواقع المرئي وأنظمة الواقع المرئي التي سوف ترتبط مع الشباب في مختلف أنحاء الدولة، يستطيعون أن يربطونها ببرامج التعليم من خلال المنظومة. وأيضا نود أن نرى كيف أن البنية التحتية الرقمية سيتم إنشاؤها في هذه الدولة، وأن التكنولوجيات الجديدة سوف تعمل على البنية التحتية الرقمية. هذا أيضا أساسي وضروري، مثل الطريق السريع ومثل الخطوط السكك الحديد، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي عفوا. هذه الأشياء يجب أن تبنى على بنية تحتية رقمية وأنظمة تكنولوجيا اتصالات. هذه إحدى أيضا العناصر الهامة للدعم لنقدمها للتقدم في هذا المجال. هذا مهم جدا لنعطي الأشخاص الذين يشاهدون فكرة عن اليونيدو. ماذا تقوم به اليونيدو أو منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة؟ إن اليونيدو إحدى المكاتب أو منظمة تركز على التنمية الصناعية للدول المتقدمة والدول النامية. لذا فإن مهمتنا هي أن يكون هناك تنمية صناعية شاملة، وهذا هو الهدف رقم 9 في جدول أعمال 2030، 17 هدفا، نحن رقم 9، أن يكون هناك صناعة وبنية تحتية. هذا هو الهدف الأساسي أو قلب
الهدف رقم 9، فنقوم بمد التعاون الفني وتقديم المشاريع المختلفة في مجال التعاون الفني وطبقا للمعايير والمعرفة، وأيضا تيسير الأنظمة التدريبية والأنظمة التعليمية إلى آخره من هذا. لذا فإننا نعمل على الصناعات الزراعية وعلى الزراعة، ونعمل على البيئة أيضا، ونعمل على الطاقة وفعالية الطاقة، ومن بينها أيضا نقل التكنولوجيا والابتكار التكنولوجي. إذا نوعية التعاون مع مصر، كيف تستطيع أن تصف هذا التعاون؟ كيف تقدر تستطيع أن تقوم بوصفها بينكم وبين مصر؟ إن مصر إحدى الأعضاء الهامة جدا في اليونيدو، خاصة في المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، ومصر لديها أكبر البرامج التي التابعة لليونيدو. وإذا نظرنا إلى كل الدول الأخرى، فأعتقد أن مصر هي في صدارة الدول التي تحصل على مشاريع من أجل تنمية الدولة وتنمية الصناعة. الآن نود أن نتسلق أكثر لمرحلة أعلى، لأن الدولة لديها القدرة لكي يكون لديها استراتيجية عامة، وأن نتأكد من أننا نسرع الخطى من أجل التنمية عندما نتحدث في القطاعات الصناعية، وهذا ما نقوم به حاليا. إنني على ثقة تامة بشكل سريع، ربما العام القادم سوف نستكمل كل الدعم المطلوب للاستراتيجية. ثم ما هي الخطوة التالية بعدها؟ نعم، التطبيق، التنفيذ لكل هذه الاستراتيجية، مثل ما خارطة الطريق، مثل ما نفهم كيف نتحرك. هل أعطيتني فكرة يا سيدي ما هي المجالات التي ترى فيها أن مصر لديها قدرة على استيعاب الاستثمارات أو التنمية؟ هل هناك مجالات معينة في مصر أكثر قدرة؟ كما قلت لك، الصناعات الزراعية، الصناعات الزراعية، الصناعات الزراعية، لأن الزراعة تحتاج إلى أن يتم ربطها بالتصنيع، وهذا يقود إلى خلق قيمة مضافة وربطها بالعالم. هذه واحدة. والثانية، تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها ديناميكية في تقديمها لمساعدات للاقتصاد، لتنمية الاقتصاد. ثم الطاقة المتجددة، فهذا سوف يكون ضروريا جدا للتنمية الصناعية. وأيضا الاقتصاد الإلكتروني، لأن الاقتصاد الإلكتروني سوف يكون مهما للدولة من أجل خلق فرص عمل وربطها بالمنتجين الصغار داخل الدولة، ولكن أيضا عالميا. هذه الأعمال، البنية التحتية الرقمية، هي أيضا إحدى الأشياء الهامة أن يتم ربطها بتكنولوجيا المعلومات. هل تحضر يا سيدي الكثير من الجلسات هنا أو جلسات معينة؟ هل اخترت جلسات التي سوف تحضرها في المنتدى، أو أيها يهمك في متابعتها؟ إنني بالطبع لا أستطيع أن أجلس هنا لفترة طويلة. بالأمس كان الافتتاح، اليوم جلستنا واجتماعات ثنائية مع السادة الوزراء المصريين، وأن أستمع لهم وأن أتعلم أكثر منهم، وأن أفكر فيما نستطيع أن نقوم به لدعم الدولة. ما هي الأشياء التي تحرص على قولها في جلستك الافتتاحية؟ ما الذي كنت حريصا على تقديمه كرسالة لمن يستمعون إليك؟ نعم، إن حديثي عندما كنت أتحدث في جلسة الافتتاحية، كان من الضروري بالنسبة لي أن أرسل رسالة إيجابية، لأنني أعتقد أن التحديات التي تواجه الثورة الصناعية الرابعة موجودة وفي العالم. لذا فإن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في العالم، ولا أرغب في أن أرى هذه الجهود تضيع. لذا أيضا سوف يتم خلق فرص عمل جديدة. لذا فإن رسالتي هو أن أرسل للجمهور أن هناك ثورة جديدة، وأن علينا أن ننظر على الجانب الإيجابي، وأن كل شيء مرتبط ببعضه البعض، وأيضا أن الثورة سوف تفيد
أكثر الشباب، لأنهم يتحركون ويسهل أن يتعلموا، لديهم التعليم الأساسي الذي يمكنهم من هذا، وهم أيضا منفتحين ذهنيا وبشكل سريع سيستطيعون أن يتماشوا مع الموقف الجديد. وهذا هو الرسالة التي أردت أن أرسلها للشباب. والجلسة التي تحضرها هنا، هل نستطيع أن نعطي الأشخاص أفكارا عن الجلسة وما تناوله وما تناقشه وكيف حضرت لهذه الجلسة؟ نعم، إن الجلسة ليس فقط الجلسة الافتتاحية سيدي، إنني أتحدث عن جلسة اليونيدو. نعم، جلسة اليونيدو عن الثورة الصناعية الرابعة كانت مناقشة، وكان المناقشة السادة المناقشين كانوا من فنلندا، من التعليم، من الجامعات، من هواوي، من شركة معلومات، تكنولوجيا معلومات، وأيضا من اليونيسيف وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة أخرى، لذا وبعض رواد الأعمال وبعض السادة من المسؤولين وأشخاص على قدر كبير من العلم، أيضا الأسكو وهي شركة هم شركاؤنا لعدد طويل من السنوات لأنظمة التعلم عن بعد. أنا سعيد جدا أنهم أعطونا فكرة كبيرة ومتسع لكي نفكر هذا أو نربط هذا من خلال التعليم ومن خلال تلك الشركات ومن خلال تكنولوجيا المعلومات ليحصل لدينا مناقشة جيدة ولنتبحر في هذه الفرص. إذا تقول أن هناك فرص جديدة أو أنها فتحت بعض الأفكار الجديدة أثناء هذه الجلسة، أنا أعتقد أن هذه الجلسة فتحت أذهانهم بشكل أكبر لكي يفكروا في الثورة الصناعية الجديدة، وأنهم يحتاجون إلى التعلم وأن يتماشوا مع المواقف الجديدة، لأن رسائلي كانت توصل هذا. وإن لم تقوموا بالتغير فسوف يتم تغييركم. قلت لي أنك ذهبت أو جئت إلى شرم الشيخ مرتين وهذه الثالثة، هل أتيت للعمل فقط أم أتيت للاستمتاع؟ لا، عادة كان عمل في واقع الأمر، أن أحضر المنتدى الاقتصادي هذا كان منذ 4 أعوام، وأيضا بعض الفعاليات الدولية الأخرى، وهذا المرة هو المنتدى الخاص بالشباب. لقد أمضيت بعض الوقت لرؤية الأماكن السياحية، هذا ما أردت أن أعرفه. هل زرت؟ نعم، أحتاج إلى وقت أطول. أنا أحب الغطس على سبيل المثال. إذا أتأتي بأسرتك؟ نعم، زوجتي أيضا هنا معي هذه المرة. هذا جميل. نعم، وهي مبهورة، هي تستمتع وأنت تعمل. نعم، ولكنها أيضا حضرت الجلسة الافتتاحية وهي هنا موجودة في المنتدى. نعم، في أي مضمار تعمل؟ في أي مضمار تعمل؟ هي مسؤولة مكتبات، وهي بالأمس كان لنا شرفا عندما تم دعوتنا على العشاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، كان هذا شرف كبير لنا. لقد قمت بتقديم زوجتي لسيادته. نعم، إن الرئيس هو أحد أكبر الداعمين أيضا للمرأة. نعم، هو يعمل كثيرا أيضا على هذا الملف عن تمكين المرأة. نشكرك يا سيدي لوجودك معنا، كان شرفا لأن تكون معنا، ونتمنى لك حظا وافرا وحتى نتقابل المرة القادمة إن شاء الله في شرم الشيخ. شكرا لك وشكرا على هذه الفرصة لكي أعبر عن نفسي وأعبر عن رؤيتي وأفكاري حول كيفية دعم مصر من أجل التنمية الصناعية ومن أجل دعم الشباب أيضا لكي يتقدموا ويتجاوزوا تلك التحديات. لقد تحدثت عن التعليم وأحاول أيضا، لقد تعلمت وأحاول أيضا أن أعلم الأشخاص. شكرا سيدي من اليونيدو، رئيس اليونيدو، شكرا لك جزيلا. شكرا السيد ليونغ، وهو رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الموجود هنا في مصر في شرم الشيخ، واللي تحدث في الجلسة الافتتاحية، وكان له جلسة أيضا عن التنمية الصناعية في مصر. بشكركم وخليكم دائما مع إكسترا نيوز.